بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة قسم أنظمة الحاسوب المرحلة الثانية، محاضرتنا لهذا اليوم في مادة البيسك المرئي هي المؤثرات المنطقية، وتوفر لنا لغة فيجوال بيسك مجموعة من المؤثرات المنطقية التي تتيح لنا جمع مجموعتين أو أكثر من المقارنات المنطقية، حيث تستخدم الكلمات بدل من الرموز. وهذه المؤثرات المنطقية هي not, and, or و exclusive or. فيما يلي جدول يمثل هذه المؤثرات المنطقية والوصف الخاص بها وأمثلة عليها. المؤثر not يستخدم لنفي العنصر، أي إذا كانت النتيجة النهائية هي true فيقوم not بنفيها إلى false، وإذا كانت false عند استخدام not يتم نفي هذا العنصر إلى true. مثال عليها: not بين قوسين 3 يساوي 3. 3 يساوي 3 هي نتيجة صحيحة true، وعند نفيها تحول إلى false. عند المؤثر الآخر وهو AND، AND يعطي نتيجة TRUE فقط إذا كانت كلا الحالتين TRUE. المثال عليها، لاحظوا المثال: بين قوسين 2 أصغر من 3 AND 4 أصغر من 5. 2 أصغر من 3 TRUE AND 4 أصغر من 5 أيضا TRUE. فبما أنه المقارنتين هي صحيحة TRUE راح تنطي الآن نتيجة true. نجي المؤثر الثالث وهو or، ويعطي نتيجة true إذا كانت إحدى الحالتين أو كلاهما true، يعني true true ينطي true و false ينطي true، false و true ينطي true، أما false مع false ينطي false. مثال عليها: 2 أصغر من 3 or 6 أصغر من 7. 2 أصغر من 3 true or 6 أصغر من 7 true أيضا، true بtrue ينطي النتيجة true. نجي إلى المؤثر الرابع وهو exclusive or أو XOR، يعطي نتيجة true فقط إذا كان أحد الاحتمالين true، ويعطي نتيجة فولس إذا كان كلا الاحتمالين ترو أو كلاهما فولس. يعني إذا كانت ترو مع الاحتمال الآخر فولس النتيجة ترو، إذا كانت فولس وترو ينطي نتيجة ترو، إذا كانت ترو مع ترو ينطي فولس، إذا كانت فولس مع فولس ينطي فولس. مثال عليها: 2 أصغر من 3 exclusive or 7 أكبر من 4. 2 أصغر من 3 true، 7 أكبر من 4 true. بما أنه الاحتمالين هما true فالنتيجة false. طبعا جميع هذه المؤثرات المنطقية الأربعة not and or و exclusive or تعطي أما نتيجة true أو false، true يعني واحد أو false يعني صفر. مثال عليها: What is the result of the following program؟ ما هي نتيجة البرنامج الآتي؟ البرنامج B إعلان عن أربع متغيرات من النوع البوليان، أي نوع البيانات الجبري الذي يعني ما معنى هذه المتغيرات الأربع A B C D، أما تأخذ قيمة true أو false، وكذلك إعلان عن أربع متغيرات أخرى اللي هي race 1 و 2 و 3 و 4 أيضا من نوع boolean، بما معناه أيضا تأخذ أما قيم true أو false. عندنا خصصنا قيم المتغيرات الأربع اللي هي A B C D. القيم اللي خصصناها ال A نطيناه true، خصصنا له ال B خصصنا true، C false، D false. المتغير الأول ريز 1 يساوي not D،
D هي false نفيها not D not false يعني ما معناه true. إذن ريس 1 هي true. ريس 2 تساوي A or B. ال A هي true or ال B اللي هي أيضا true. كل الاحتمالين true. ال or تعطي true. ريس 3 A and B. A and D. ال A هي true. ال D هي false. True and false. بما أنه أحد الاحتمالين false فالنتيجة false. الآن تعرفنا عليها أنه فقط في حالة true مع true تعطي true، باقي الاحتمالات كلها تعطي false. إذن risk 3 false. risk 4 يساوي B exclusive or C. ال B هي true وال C هي false. true مع false إذن exclusive or تعطي false. بما أنه أحد الاحتمالين فقط true فتعطي النتيجة true. نطبع النتائج print res 1 و 2 و 3 و 4. النتائج مثل ما موجودة قدامكم. res 1 و 2 و 2 هي true. res 3 هي false. res 4 هي true. نجي إلى موضوع أسبقية تنفيذ المؤثرات في لغة Visual Basic. مثل ما تلاحظون قدامكم جدول يمثل ترتيب العملية على اليسار والمؤثرات موجودة على العمود على اليمين. الترتيب الأول لتنفيذ المؤثرات هو للمؤثرات الحسابية اللي هي علامة الرفع، الأس، الضرب، القسمة، قسمة الأعداد الصحيحة، مود باقي قسمة الأعداد الصحيحة، وثم الجمع والطرح. وإذا هذه الترتيب الأول، وإذا جاءت في نفس الوقت فنبدأ من جهة اليسار. الترتيب الثاني بعد المؤثرات الحسابية المؤثرات الشرطية، وهي يساوي أصغر من أكبر من أصغر من أو يساوي أكبر من أو يساوي لا يساوي. وهذه ترتيبها الثاني بعد المؤثرات الحسابية. وإذا جاءت هذه المؤثرات الشرطية أكثر من واحدة في نفس الوقت نبدأ من جهة اليسار. الترتيب الثالث لأسبقية تنفيذ المؤثرات هي المؤثرات السلاسل الرمزية، وهي الرمز الزائد اللي هو الدمج، وعلامة الإنبرسان أيضا للدمج، والاثنين لدمج المؤثرات أو السلاسل الرمزية، ولايك للمقارنة بين السلسلتين الرمزيتين. طبعا أيضا تعطي هذه النتيجة اللايك تعطي نتيجة true أو false. الترتيب الرابع لأسبقية تنفيذ المؤثرات الحسابية هي المؤثرات المنطقية not and or exclusive or. وإذا جاءت أكثر من واحدة في نفس الوقت نبدأ من جهة اليسار. هذا ترتيب أسبقية تنفيذ المؤثرات في لغة Visual Basic. مثال عليها لاحظوا البرنامج الآتي. What is the result of the following program؟ ما هي نتيجة تنفيذ البرنامج التالي؟ البرنامج عندنا بإعلان عن أربع متغيرات اللي هي A, B, C, D من النوع انتجر، وإعلان عن متغيرات ستة من النوع الجبري اللي هي B1, B2, B3, B4, B5, B6 تأخذ أما true or false. عندنا A قيمتها 50، B 70، C 80، D 90. ومثل ما تلاحظون عندنا مجموعة من العمليات اللي هي B1 يساوي A أكبر من B اللي هي true and B أصغر A أكبر من B اللي هي false. A 50 وال B 70 إذن false، and B أصغر من C
صحيحة ترو بأظن سي، ولكن لأنه الاحتمال الأول فولس ومستخدمين and، إذا النتيجة هنا هي فولس. B1 هو فولس، B2 A لا تساوي B ترو، and B لا تساوي C أيضا ترو. ترو كل الاحتمالين ترو مستخدمين and، إذا نتيجة B2 هي ترو. V3 اللي هي A أكبر من C هذه فولس، or D أكبر من A ترو، ومستخدمين or، or إذا كان أحد الاحتمالين أو كلاهما ترو فالنتيجة ترو. هنا النتيجة ترو لأن أحد الاحتمالين ترو. V4 اللي هي مقارنة V1 اللي هي فولس، and V2 اللي هي ترو، وثم or V3 اللي هي ترو، or أي أصغر من C اللي هي ترو. بما أنه هذه المؤثرات هي مؤثرات منطقية، إذا نبدأ من جهة اليسار مؤثرات منطقية ومعها مؤثر شرطي، إذا الأسبقية للمؤثر المؤثرات الشرطية اللي هي أي أصغر من C، أي أصغر من C ترو هنا، إذا صارت B1 and B2 or B3 or true. B1 هي false and B2 هي true، النتيجة راح يعطينا false لأن أحد الاحتمالين false. إذا النتيجة false or B3 اللي هي true مستخدمين or وأحد الاحتمالين true، إذا النتيجة true. True or الأي أصغر من C true، النتيجة true، إذن B4 هي true. B5 اللي هي A زائد B أكبر من A تقسيم B، and D ناقص C مقسوم على 2 أكبر من B مقسوم على A. تلاحظون هنا استخدمنا مؤثرات حسابية وشرطية ومنطقية، الأولوية المؤثرات الحسابية، يعني نجمع A زائدا B، ثم أو قبلها هناك مؤثر أيضا حسابي الآن لكن أسبقيته قبل الجمع اللي هي القسمة أي تقسيم B وقسمة C تقسيم 2 وقسمة B على A. بما أنه القسمة متكررة هنا في أكثر من مكان، نبدأ من جهة اليسار نقسم A على B، A على B، ثم نقسم C على 2 ونقسم البي على الاي. البي تقسيم الاي هنا يجب ان تكون قيمته صحيحه لان هذا علامه القسمه في هذه الحاله هي الاعداد الصحيحه فقط. اما اي الاولى اي تقسيم بي والثانيه سي تقسيم 2 فحتى لو كانت النتيجه هي بها قيمة عشرية، أي قيمة تحتوي على نقطة عشرية. طبعا نتيجتها النهائية الـ V5 راح تطلع لنا true. V6 اللي هي نفي كل هذا التعبير اللي هي A زائد 2 A زائد 2 مرفوع القوة D، A زائد D D مرفوع القوة 2 يساوي B مقسوم على C، C مرفوع على 2 exclusive or D مرفوع على 2 يساوي C مقسومة على A. طبعا النتيجة قبل استخدام النوت النتيجة هي false. بما أنهم مستخدمين نوت فسيؤدي إلى نفي هذا العنصر، نفي الfalse سيصبح true. نطبع النتائج، نطبع B1 ثم فراغين space 2 فراغين، ثم نطبع B2 وبعد فراغين B3، وفي سطر جديد نطبع B4 ثم فراغين ثم نطبع B5 وبعدها فراغين و B6. النتيجة مثل ما تلاحظون قدامكم false true true، في السطر الثاني true true true. وشكرا لكم.